هي صارت مثل ما تقول فجأة، صار التعثر قدامنا مجموعة من الزائرين، وإحنا يعني تفاجأنا بهذا الموضوع، صار تراكم يعني واحد فوق الثاني. الحادث المؤسف اللي حصل اليوم في باب الرجاء بسبب يعني حالة من حالات التدافع، وهو سقوط أحد المشاركين في العزاء أدى إلى سقوط متوالي من قبل بعض المشاركين، وبسبب سرعة الموكب ويعني سقوط هذا الشخص توالت عمليات السقوط مما أدى إلى حصول حالات اختناق.